السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميمين. ازيكم يا سنو والعدد عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض lessons 3 and 4 on unit 8. هناخد الدرسين 3 و 4 في الوحدة التامة، تمام، اللي هي التانية في الترم التاني. احنا خدنا الدرسين 1 و 2 والجرامر بتاعتهم كانت الصفات المقارنة كانت سهلة جدا جدا، و الجرامر بتاعت النهاردة برضو سهلة زيها، تمام، الجزء التاني منها. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول ونقرب الكاميرا. طبعا عندنا العنوان lessons 3 and 4 الدرسين 1 و 2 هتلاقيهم في كتاب المدرسة صفحة من 16 ل 18 وفي الورك بوك 79 و 80، تمام. طيب نبدأ أول حاجة كده بالكلمات الكي اللي هي الأساسية. عندي كلمة كوبري معلق، تمام، اسمه ايه؟ suspension bridge. suspension bridge suspension bridge suspension bridge يبقى suspension bridge suspension bridge. طبعا الشن هنا جت من الايه؟ الاس اي او ان، تمام، يبقى suspension bridge. طيب غروب الشمس sunset 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 sunset. التزحلق على الجليد باستخدام حذاء التزحلق اسمه ايه؟ ice skating ice skating او ice skating، الاثنين صح، ice skating او ice skating، تمام. طيب بعد كده عندنا تزحلق على الجليد باستخدام لوح بقى التزحلق. هنا انا بستخدم الجزمة فبعمل ice skating، لكن اللوح بقى اللي بيتزحلقوا عليه ده اسمه ايه؟ skiing skiing skiing. خلاص skiing skiing skiing، تمام. طيب عندنا بقى كلمة منظر طبيعي او رؤية اسمها view view view. طيب رياضة تسلق الجبال اسمها mountain climbing mountain climbing mountain climbing. الحشرة اسمها ايه؟ insect 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 insect. طيب انجازات achievements achievements achievements. فخور proud proud proud، تمام. طيب نحل البوب كويز كده سريعا. عندي skiing وinsect وproud وsunset وview. I am not of my parents، انا ايه بقى؟ بوالدي، يبقى I'm proud. ودايما كلمة proud بتيجي وراها حرف الجر off. طيب people can practice not in every in very cold areas، الناس ممكن تتمرن على ايه؟ في المناطق البرد جدا، يبقى اكيد skiing اللي هو التزحلق باستخدام اللوح. طيب the bee is a very useful ايه؟ النحلة هي ايه؟ يبقى حشرة مهمة جدا جدا، يبقى insect. طيب the view of the Nile during not a sunset، المنظر بتاع نهر النيل في ايه بيكون رائع؟ يبقى في الغروب، تمام، يبقى في السانسيت. نيجي بقى لكلمات الدرس الثالث. عندنا كلمة اخيرا اسمها finally 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 finally. من المحتمل اسمها probably 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 probably. يحمي protect protect protect. أرضية زجاجية glass floor glass floor glass floor. طيب جزيرة الوراق في النيل اسمها نايلز وراك ايلاند نايلز وراك ايلاند. طبعا الاس في كلمة ايلاند سايلنت. مادة الدراسات الاجتماعية اسمها ايه؟ social studies social studies social studies. مشهور popular popular popular. القطار السريع اسمه the express train the express train، تمام، the express train. عندنا كلمات الدرس الرابع مادة دراسية اسمها ايه؟ school subject school subject school subject. اماكن لقضاء الاجازة holiday places holiday places holiday places. طيب سعر او ثمن price price price. مدينة دهب السياحية اللي هي في جنوب سيناء اسمها دهب دهب، تمام، مفيهاش اي حاجة، زي ما هي بالعربي زي ما هي بالانجليش. نيجي بقى هنا لباقي الكلمات. عندنا عرض تلفزيوني اسمه تي في شو تي في شو تي في شو. سفريات او رحلات travels travels travels. الان right now right now right now. بطريقة مهذبة politely politely politely. طيب عندنا بقى النادي الرياضي اسمه سبارتس كلوب سبارتس كلوب سبارتس كلوب. طبعا لما بنيجي نوصف اي حاجة رياضية بنقول عليها سبارتس، ما قولش سبارت، لازم احط لها اس فتكون سبارتس كلوب زي سبارتس ستور، تمام. طيب ذبابة الاتروسكان وهي حيوان يشبه الفار اسمها ايه؟ اتروسكان شرو
actress can shrew actress can shrew تمام. طيب الكلمة وعكسها عندي كلمتين بس، عندي dangerous هتكون safe dangerous safe agree disagree agree disagree تمام. طيب ال definitions التعريفات سهلة جدا جدا. achievement ايه هو الانجاز؟ a result to be proud of نتيجة انت فخور بيها تمام، يبقى ده achievement انجاز. طيب كلمة dangerous able to cause harm وهو not safe يعني بيكون قادر ان هو يسبب ايه harm as او ضرر، وهو not safe يعني مش امن. طب كلمة بقى safe not in a dangerous situation or position يعني مش في موضع او موقف خطير تمام. طيب ال sunset غروب الشمس the time when the sun disappears from the sky at the end of the day بيقولك الوقت اللي الشمس بتختفي فيه في بتكون في السماء، وده بيكون في نهاية اليوم اللي هو يعني في وقت المغرب فالشمس بتغرب تمام. طيب suspension bridge الكبر المعلق a long bridge that has thick metal wires to hold it up بيقولك ان هو كبر طويل وليه ايه thick metal wires ليه بقى اسلاك تمام معدنية سميكة بتكون ماسكاه to hold it up يعني بتكون رفعاه تمام، عشان كده بنقول عليه معلق suspension. ugly قبيح not nice to look at not beautiful حاجة مش حلوة ان انا ابص لها او هي مش جميلة تمام. طيب نشوف الجنرال نوتس، عندي it takes او took يعني وبيجي معاها وقت وto المصدر زي it took 5 hours to build the bridge 5 years خدت او استغرقت مننا 5 سنوات عشان نبني الكوبري، يبقى هنا it took او takes لازم معاها to الايه والمصدر تمام. او it takes me half an hour to go home from school او بيستغرق مني نص ساعة عشان اوصل البيت. طيب عندي كلمة cross و across cross يعني يعبر across يعني عبر او خلال، كلمة cross هنا بيقولك the bridge crosses the Niles and Rack Island بيقولك ان الكوبري ده بيعبر او بيمر في جزيرة الوراق تمام. طيب across يعني عبر او خلال it's the best time to walk across the bridge يعني من هو افضل الاوقات ان انت تعبر فيها الايه النهر تمام. طبعا ده فعل ده بيكون ايه حال او ظرف. تعالوا نكمل كلمة proud of و proud to. proud of أنا فخور بيه بيجي وراها ing أو اسم زي he is proud of his uncle هو فخور بعمه، أو they are proud of being Egyptian teachers أو هم فخورين إن هم مدرسين مصريين تمام. أما proud to إحنا عارفين إن to دايما بيجي وراها المصدر، يبقى he is proud to be Egyptian هو فخور كونه مصري تمام. طيب كلمة afraid خائف وبرضو معناها آسف، تيجي الاتنين يبقى I'm afraid I can't I need it لما حد مثلا يعزمني على حاجة أو يطلب مني حاجة فبيقول له لا أنا آسف تمام. وكلمة برضو afraid of هي frightened of مرعوب من أو خاف من، زي رحمة is afraid of dogs بتخاف من الكلاب، فكلمة afraid معناها sorry أو frightened الاتنين صح. طيب كلمة way دي لها كذا معنى، way يعني طريق زي الطريق اللي بروح فيه تمام بمشي فيه للمدرسة أو هو طريقة أو أسلوب، أو كلمة no way يعني مستحيل تمام. يعني هنا مثلا بيقولي on my way to school I met Mr. Ali وأنا في طريق للمدرسة، يبقى دي كلمة way زي كلمة road تمام. أما كلمة way دي اللي هي أسلوب أو طريقة I don't like his way of thinking ما بحبش طريقة تفكيره. طيب وكلمة no way يبقى مستحيل، قال له هنا can you ride a bike ممكن تركب عجلة، قال له what no way مستحيل تمام. طيب بعد كده ال important expressions وال prepositions هنقولهم مع بعض دلوقتي واحنا بنقرأ الكلمة نقرأ ال listening وال reading. نبدأ مع بعض في reading وهو هنبدأ بزي تحيا مصر bridge وهو كوبري تحيا مصر تمام، زي ما انت شايف الشكل بتاعه هو في wires في أسلاك كتيرة فعشان كده بنقول عليه suspension bridge كوبري معلق كأن يعني متعلق من السلوك دي تمام. تعالوا نقرأ the world's widest suspension bridge opened in Cairo in May 2019. It's 67.36 meter wide and 540 meter long. بيقول إن هو أوسع كوبري معلق في العالم مفتتح في القاهرة في مايو 2019. طوله كان بقى العرض بتاعه أو الوسع بتاعه من الناحية دي 67.36 meters تمام او من 100، وبيقول ان طوله كام 540 متر
تمام. طيب بعد كده بيقول ايه، more than 4000 people helped to build it، اكتر من 4000 شخص ساعدوا في بنائه. they started building it in 2016، بدأوا يبنوه في 2016. they finished it in 32 months، وخلصوه في حوالي كام، 32 شهر. the bridge crosses the Niles Warrack Island، more than 100,000 people live on the island. بيقول ان الكوبري ده بيعبر او بيمر على جزيرة الوراق، وبيقول ان فيها حوالي اكتر من 100,000 شخص عايشين في الجزيرة دي، تمام. طيب many people enjoy walking across the bridge، في ناس كتير بتحب تمشي على الكوبري ده. it has a glass floor، يعني ليه ايه أرضية أزاز، so you can see the river under your feet، عشان كده انت ممكن تشوف النهر، يعني هو ليه، عارفين انتوا الكوبري ده الناس كتير كده بتروح تتصور عنده، وانت واقف على الإزاز بتشوف النهر من تحتيك، تمام. فعشان كده الناس بتحب تتمشي عليه. the best time to cross the bridge is at sunset for a beautiful view of the city، بيقول لك ان افضل وقت ان انت تعبر فيه الكوبري ده بيكون في غروب الشمس، تمام، وبيقول ان الفيو المنظر بتاع المدينه بيكون جميل، تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده، listening بقى على الدرس الثالث. voice والvoice عندنا voice 1 وvoice 2 او رقم 1 ورقم 2، هنشوف مع بعض بيقول ايه. in front of us، قدامنا طبعا انت بيكون معاك صور في الكتاب. you can see the world's widest suspension bridge، نفس الكلام بيتكلم على كوبري ايه تحيا مصر، تمام، هو نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا، هو ده، تمام. طيب بعد كده بيقول لك هنا ايه، the express train number 1، طبعا انت بيبقى قدامك الحاجات دي والكلمة بتشوف ايه اللي ناقص منها، تمام. فاول حاجة بيقول لك the express train to أسوان is the fastest one، اسرع قطر لأسوان او القطر السريع لأسوان الاكسبرس بيكون ده اسرع قطر، تمام. نفس الحاجات هي اللي هنا، يعني ده أسئلة فانت بتشوف ايه اللي ناقص وبتسمع من المس او المستر وبتكتب وراهم. عندنا بقى على الدرس الرابع هتلاقيه في كتاب المدرسة صفحة 18، جايب البنتين دول، تعالوا نشوف بقى بيقول ايه. which subject do you think is more difficult English or science، قالت لها اي مادة تعتقد ان هي صعبة، الانجليزي ولا العلوم. قالت لها in my opinion، بتدي رأي بقى، قالت لها في رأيي، تعالوا نترجمها مع بعض in my opinion، هو في مترجمها تحت science is the most difficult of all، بتقول لها ان العلوم هو الاصعب في الكل، يعني في كل المواد. قالت لها I think دهب has the most beautiful beach in Egypt، do you، قالت لها انا اعتقد ان دهب عندها افضل شاطئ في مصر، هل تعتقد ذلك؟ قالت لها I agree، يعني I agree، انا موافقة. it's also the least crowded، least the least crowded يعني الاقل ازدحاما، تمام. طيب تعالوا نكمل كده، بتقول لها ايه كمان، بتقول لها what's your opinion of ice skating، do you agree that it's more dangerous than mountain climbing، قالت لها ايه رايك في التزحلق باستخدام الحذاء، قالت لها هل بتوافقي معايا ان هو اصعب من تسلق الجبال او اخطر من تسلق الجبال، قالت لها I'm afraid، يعني ايه بقى I'm afraid، انا مش خايفه، انا اسفه I don't agree، انا مش موافقه معاكي. قالت لها what do you think about the new TV تي في شو، قالت لها طب ايه رايك في العرض التلفزيوني الجديد، قالت لها I think it's the funniest show on TV right now، ملاحظ انت ازاي وفيها اي اس تي والكلام ده عمال يتكرر معانا، هي دي الجرامر بتاعتنا النهارده، قالت لها اعتقد ان هو اكتر برنامج مضحك على التلفزيون دلوقتي، تمام. طيب تعالوا نحل مع بعض على الكلمات اللي احنا اخذناها. اول حاجه كده بيقول Egypt has made great note in education، we are proud of that، مصر عملت ايه في التعليم احنا فخورين بيه، يبقى عملت achievements انجازات. mountain is the most dangerous sport at all، ايه الجبل هو اخطر رياضة في كلهم، يبقى mountain climbing اللي هو تسلق الجبال. there is a beautiful note of the city from Cairo tower، بيقول ان في ايه في المدينة من برج القاهرة، يبقى اكيد في beautiful view، يبقى منظر جميل من برج القاهرة. The تحيا مصر bridge is the world's widest not bridge، يبقى أكيد suspension، كوبري معلق. remember that it's important to be not when you give your opinion، بيقول لازم تكون ايه لما تدي رأيك، يبقى أكيد لازم أكون polite، مهذب. رقم 6 the bridge has a glass ايه so you can see the river under your feet، ليه ايه ازاز عشان كده انت ممكن تشوف النهر من تحتيك، يبقى ليه glass floor، يبقى أرضية ازاز.
رقم 7 honey bee is a or a that produces honey. بيقول ان العسل او نحل العسل هو ايه؟ بتنتج عسل، يبقى هي اكيد insect، حشرة. most modern cars are not they are not cheap. بيقول العربيات الحديثة ايه؟ مش رخيصة، يبقى هي اكيد expensive، غالية. طيب نشوف كده باقي الاسئلة. بيقول the bridge is 67.36 meters a، هنقول طبعا wide اللي هو ايه الوسع بتاعهم. رقم 10 the night is the time when the sun disappears at the end of the day، لما الشمس بتختفي في نهاية اليوم يبقى بنقول عليها sunset، غروب الشمس. رقم 11 means able to cause harm، بيسبب ضرر، يبقى اكيد الحاجة دي ايه dangerous. means not nice to look at، مش حلو ان انت تبص له، او not beautiful مش جميل، يبقى اكيد ugly قبيح. many people enjoy walking not the bridge in the evening، الناس بتحب تمشي على الكوبري، يبقى walking across the bridge. طيب I disagree not you، انا مش موافق معك، يبقى with you، او I agree with you، انا موافق معك. المهم ان انت تلاقي كلمة agree او disagree يبقى with you على طول. I'm proud not my father، انا فخور ببابايا، يبقى I'm proud of my father. تمام، بس كده ده الحل على الكلمات. نيجي بقى للجرامر بتاعتنا، سهلة جدا جدا يا سنة تانية وبسيطة. هناخد صفات التفضيل. يعني ايه يا مس صفات التفضيل؟ انا بقول بقى ايه الاحسن، الاسرع، الاجمل، كل الحاجات دي بقول ال انا هنا بقى ما بقارنش ما بين حاجتين، انا بقول الحاجة الافضل في كل حاجة. طيب انا عايزه مس اختصر الدنيا دي، تعالى انا هختصر لك الليله دي كلها. احنا عندنا زي ما قلنا عندنا صفات قصيره وصفات طويله، زي ما اخذنا المره اللي فاتت في المقارنه قلنا في صفات طويله وصفات قصيره. الصفات القصيره هتضيف الصفه، هتجيب الصفه كده وتحط لها اي اس تي، تمام، بس قبل الصفه هنحط ذا، هنحط ايه ذا، يبقى ذا والصفه زائد اي اس تي، تمام، دي الصفه القصيره قصيرة بقى عن الحرف قليلين فينفع احط لها اي اس تي. طيب والصفة الطويلة قالك لا، هتحط قبلها ذا most او ذا least وبعد كده الصفة الطويلة، تمام، بس كده يا مس. بس يبقى انت هنا الصفة الطويلة ما ينفعش ان انا احط لها حروف بعدها لان هي اصلا عدد حروفها كبير، فبقول the most او the least. اما الصفة القصيرة عادي بقى هي عدد حروف صغير فبحط لها اي اس تي بعدها وقبلها ذا. طيب اختصر الليلة دي، اختصرها لنا مس، لما بنلاقي ذا في الجملة، ذا اللي هي قال، بدور على ثلاث حاجات يا سنة أولى، بصوا معايا كده، بدور على الصفة اللي فيها اي اس تي أو كلمة most الأكثر أو least الأقل، تمام، دي أو دي أو دي، يبقى أنا بدور على ذا يبقى الصفة فيها اس تي أو most أو least أهي، خلاص. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا دلوقتي الصفه لو لقيت ذا يبقى لو صفه قصيره هحط لها اس تي، طيب لو صفه طويله يبقى تختار موست او ليست، موست يعني الاكثر وليست الاقل، زي ما المره اللي فاتت في الدرس اللي فات خدنا مور وليس والصفه الطويله اكثر او اقل، المره دي هقول الاكثر او الاقل، تمام. تعالوا نشوف الكلام ده في الكتاب. عندنا هنا الصفه القصيره اللي هي الشورت ادجكتيفز، بيقول لك هتجيب الصفه يا سيدي وتحط قبلها ذا وبعدها اي اس تي، يعني كلمه فاست سريع بتقول ذا فاستست، old the oldest. طيب الصفه اللي منتهيه بايه يبقى اضيف اس تي بس زي ما خدنا في المره اللي فاتت مع الاي ار. هنا مثلا large هتكون the largest، close the closest، تمام. اما الصفه الطويله بتحط قبلها حاجتين the most او the least بس، والصفه زي كده the most beautiful او the least beautiful، the most dangerous او the least dangerous، تمام. بس كده يا مس، بس سهله جدا جدا. طبعا الصفه القصيره زي ما اخذنا المره اللي فاتت نفس الكلام اللي اخذناه مع الاي ار هو هو مع الاي اس تي. لو مثلا الصفه منتهيه بحرف ساكن قبل حرف متحرك بضعف الحرف الاخير، big مثلا بتكون the biggest، thin the thinnest، hot the hottest، fit the fittest، فبضعف الحرف الاخير واضيف اي اس تي عادي. طب الصفه المنتهيه بواي قبلها حرف ساكن، بحذف الواي واحط اي اس تي، زي ايزي، زي هابي، زي ليزي، زي هيلثي، تمام، بحط ذا وبعدين احط اي اي اس تي مع حذف الواي، خلاص كده. تعالوا ناخد الامثله دي. بيقول this bridge is the longest one، الكوبري ده هو الاطول واحد. هو هنا قال لي اطول من ايه؟ لا ما قال ليش، يبقى انا هنا بقول ان هو الاطول يبقى the longest. طب هبة is the oldest student in her class، هبة هي اكبر طالبة في فصلها، ما قال ليش هبة وحد تاني، لا قال هي بس.
طيب تعالوا نشوف كده على الصفات الطويلة. The whale is the most enormous animal. الله ده انا عندي enormous صفة طويلة، يبقى اخد قبلها the. يبقى الويل الحوت هو اضخم حيوان. طيب I think math is the most difficult subject. اعتقد ان الرياضة هي اصعب المادة الاصعب. تمام. طيب بعد كده this t-shirt is the least expensive one in the shop. التيشيرت ده هو ارخص واحد في المحل. the least expensive يعني الارخص في السعر او الاقل في السعر. تمام. بس يعني انا دلوقتي باجي بالصفة احط قبلها ده، وبعدها استي لو قصيرة مع مراعاة الاختلافات اللي قلنا عليها، ولو صفة طويلة بحط قبلها the most او the least وخلاص على كده. تمام. طيب في صفات irregular غير منتظمة، ما ينفعش بقى احط لها ذا والكلام ده. احنا اخدنا المرة اللي فاتت الصف ده وده، هنضيف عليهم المرة دي ده. عندي bad بتكون worse وthan. طب في صفة التفضيل بتكون the worst، وخلي بالك دي اهم حاجتين عندك وبتيجي في الامتحان. bad worse than the worst far farther than بالA او باليو، وبتكون the farthest برضو بالA او باليو الاتنين صح. good better than the best late later than او the latest او the last الاتنين صح. little بتكون less than والتفضيل منها the least، وبعد كده many و much بتكون more than والتفضيل منها بيكون the most. بس انت اكتر حاجة لازم تحفظها bad و good عشان بيجوا كتير معنا في الامتحان، وساعات بيجي for سهلة. for بضيف ايه؟ بضيف ال THER بس كده، يعني ما بضيفش ال ER على طول، لا بضيف THER على طول. طيب تعالوا بقى نشوف هنا شوية ملاحظات كده على الكلام ده. بيقول لك هنا ايه ملاحظات على صفات التفضيل. قال لك لاحظ استخدام صفة التفضيل بدون ذا بعد الاعداد الترتيبية. يعني ايه مثلا الاعداد الترتيبية؟ يعني لما اقول الاول الثاني الثالث الرابع، فبنقول مثلا ايه كايرو is the first largest city in Africa، هي الدولة الاكبر في افريقيا. تمام. فعندنا كلمة ذا first وعندي largest، عادي حطيت first او second او اي حاجة، المفهوم المهم ان انا لما الاقي ذا يبقى الصفة اللي فيها ايه استي. طيب قالك احنا ما بنستخدمش ذا قبل التفضيل عندما يسبقها apostrophe s الملكية. تمام. زي نجيب محفوظ is Egypt's best novelist، يعني نجيب محفوظ افضل روائي في مصر. تمام. او is احمد your youngest brother، يبقى هنا لما بجيب ملكية ما بحطش ذا، بجيب على طول الصفة اللي فيها est. تمام. طيب بيقولك لاحظ استخدام حرف الجر ان واف بعد صفات التفضيل. بنستخدم ان غالبا قبل الايه المكان. فبيقول هنا مثلا ايه he is the best player in the team، هو افضل لاعب في الفريق. تمام. طيب everest is the highest mountain in the world، عادي. طيب وof بنستخدمها مع الاشخاص، زي سما is the cleverest of her sister، هي الاشطر في اخواتها. وof برضو بنستخدمها قبل السنين، the death of my uncle is the worst event of 2016. تمام. حاجات سهلة يعني وبسيطة، واحنا عارفينها من قبل كده، حاجات سهلة جدا جدا وبسيطة، ما فيهاش حاجة صعبة يعني. طيب نيجي بقى للحل. عندك الاتنين دول محلولين من هنا، فاحنا مش هنحلهم تاني، احنا هنبدأ ايه في الحل ده. بيقول هنا ايه the world's نقط suspension bridge opened in Cairo، بيقول لك اوسع كوبري، يبقى widest the widest. تمام. اخترت الصفة اللي فيها est. whales are not animals in the world، الحيتان الحيوانات اللي في العالم. طبعا ما قارنش ما بين الحيتان وحاجه تاني، تبقى the biggest هي الحيوانات الاكبر. most people think that math is not subject of all، الناس كتير بتعتقد ان، او بعض من الناس بتعتقد ان الرياضه هي الماده الاصعب، يبقى ازاي most difficult. تمام. بعد كده we bought not house in the city، احنا اشترينا بيت غالي في المدينه. طيب احنا اشترينا بيت، ما قارنتش ما بين بيتنا والبيوت التانية، يبقى ذا والصفة فيها اس تي. ما عنديش بقى لان الصفة كبيرة، يبقى ذا موست والصفة الطويلة ذا موست اكسبنسيف. وات از ذا، الله ده انا عندي ذا، يبقى اختار الصفة اللي فيها اي اس تي تبقى لارجست. تمام. تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها. تنس از ليس بيبيولر نوت فوتبول، الله ده جايب ليس اوربت بقى اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت، يبقى ليس ذان. تمام. مش احنا قلنا لما الاقي ذان يبقى ادور على اي ار او مور او لاس، طب ما انا عندي لاس اهي، ولما الاقي ذا يبقى الصفه اللي فيها اس تي او ماست او ليست بس كده. بعد كده نو وان از تولر ذان علي، علي از نوت باي ان ذا كلاس، الله ده انا عندي ذا، يبقى اختار الصفه اللي فيها اي اس تي، يبقى ذا تولست.
This is not film I have ever seen. ده الفيلم الايه اللي انا شفته. يبقى this is the boring او the most boring. مش هتكون the boring, هتكون the most boring. تمام, الفيلم الاسوأ او الممل. Which city do you think is not city in the world? بيقول له اي مدينة تعتقد ان هي اكثر اثارة, يبقى the most exciting. تمام, I have the not family in the world. ده انا عندي زي, بختار الصفة اللي فيها است فهتكون best. تمام, مش تنفع good ولا better, فبختار التفضيل منها best. طيب تعالوا نشوف بقى هنا تصحيح الخطأ. Cairo streets are busiest in Egypt. طبعا هتقول لي ما الصفة فيها ist مالها, لا هتكون قبلها the, اهي the busiest. تمام, طيب tennis is least dangerous than football. الله بقى ده انا عندي هنا التنس والفوتبول, يبقى هنا رياضتين, يبقى هنا هتكون less. تمام, طيب what is the better place, the وازاي معها better فهتكون best. what's the best place, insects are the more, no most. خلي بالك انه most تتقابل more وليست بتقابل less. تمام, طيب she is tall girl in our country, هي البنت الأطول في المدينة, يبقى the tallest اهي. بعد كده a plane is faster than, لا دم الثاني يبقى faster, اضيف له الصفة ER. Sally is the shorter, لا ده انا عندي ده يبقى احط له الصفة EST فتكون shortest. بعد كده a blue car is most expensive car here, العربية الزرقاء هي الأغلى هنا, يبقى the most, هحط بس the. بعد كده the red pyramid is the farther, لا بقى مش تنفع farther فهضيف هحذف ال ER واضيف EST تبقى farthest, هي farthest. بعد كده she is the young daughter, لا هتكون youngest. تمام, طيب تعالوا نكمل. عندنا بقى امتحان هنا على الدرسين 3 و4. خلاص نسيب بقى الدرسين 3 و4 الامتحان ده مع الامتحانات اللي احنا سايبينها. تمام, احنا سايبين ورا امتحان على 1 و2 فان شاء الله هنحلهم مع بعض. انا حليت بس على الجرامر النهارده عشان تبقوا فاهمينها وتعرفوها. ان شاء الله فيديو الحل هينزل بعد الدرسين 5 و6. الدرسين 5 و6 ان شاء الله هينزلوا بكره باذن الله عشان نخلص الوحدة دي مع بعض, وبعدين نبدأ في الوحدة التالتة ان شاء الله. خلص الفيديو بتاعنا كده سنة اولى. لو عايزين اي حاجة اكتبوا في الكومنتات, واشوفكم على خير في فيديو جديد, واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.